الله الرحمن الرحيم. سيدات الصحافة والسادة ممثلو الصحافة الوطنية والمحلية، سيدات والسادة الملاحظون والملاحظات، مرحبا بالجميع لتقديم نتائج انتخاب أعضاء مجلس عمالة الدار البيضاء التي انطلقت اليوم على الساعة الثانية زوالا وانتهت على الساعة السادسة. عدد المسجلين 145 من الناخبين، 145 من الناخبين، هي 131 من جماعة الدار البيضاء و14 من جماعة المنشور. العدد الإجمالي هو 145. عدد المقاعد المتبارى عليها 31 مقعد موزعة كالتالي: 20 مقعد بالجزء الأول المشترك، 11 مقعد بالجزء الثاني المخصص للسيدات ذوي القلب. عدد اللوائح المرشحة كانت 3 ديال اللوائح. اللائحة رقم 1 هي بالاسم ديالها الأصالة والمعاصرة، الرمز ديالها هو العداء، واللي تيقودها ولا الوكيل ديالها السيد سعيد الناصري في الجزء الأول، والجزء الثاني المخصص للسيدات في نفس اللائحة الصدارة كانت كاينة للسيدة كنزة الشرايبي بوهيد. اللائحة رقم 2 وهي لائحة الحمامة، واللائحة ديال الحمامة الوكيل ديالها هو السيد مولاي يوسف العلوي المحمدي، والسيدة التي تتصدر الجزء الثاني في نفس اللائحة هي السيدة بشرى الدهبي. اللائحة رقم 3 هي لائحة الميزان، والرمز ديالها هو الكرسي. وكيل اللائحة هو السيد الحسين نصر الله، والسيدة التي تتصدر الجزء الثاني هي السيدة نوال رشدي. نسبة المشاركة من أصل 145 ناخب مسجل، المصوتون كانوا 140 مصوت، أي بنسبة المشاركة 96.55%. النتائج المؤقتة هي كالتالي: اللائحة رقم 1 الأصالة والمعاصرة الرأس ديال العداء حصلت على 60 صوتا، نسبة الأصوات المحصل عليها 44.12%. عدد المقاعد المحصل عليها الجزء الأول المشترك 9 ديال المقاعد، وفي الجزء الثاني المخصص للسيدات 5 المقاعد. الإجمالي بالنسبة للائحة رقم 1 هي 14 مقعد. اللائحة رقم 2 تسمية ديال اللائحة الحمامة حصلت على 47 صوت، أي بنسبة 34.56%. بالنسبة للمقاعد للائحة رقم 2، الجزء الأول المشترك 7 مقاعد، الجزء الثاني الخاص بالسيدات 4 مقاعد. إجمالي عدد المقاعد بالنسبة للائحة رقم 2 هي 11 مقعد. اللائحة رقم 3 تسمية اللائحة الميزان، رمز اللائحة الكرسي، حصلت على 29 صوت، أي بنسبة 21.32%. عدد المقاعد المحصل عليها 4 بالنسبة للجزء الأول، و2 بالنسبة للجزء الثاني، أي بإجمالي 6 ديال المقاعد. المجموع 136 صوت معبر عنه من أصل 140،
إذن كاين 4 ديال الأصوات اللغات، والعدد الإجمالي ديال المقاعد 14 في 11 في 6 هي 31 مقعد. وبخصوص التمثيلية النسائية، كاين طبعا 11 مقعد ديال الجزء الثاني اللي خاص بالنساء، 11 مقعد، ولكن كاين كذلك سيدة تم انتخابها في الجزء الأول من إحدى اللوائح، لذا يصبح عدد السيدات 12 سيدة من أصل 31 عضو بالنسبة لمجلس العمالة، وهذه النسبة تشكل 39% من إجمالي السيدات، 39% من أعضاء المجلس هما سيدات. هذوما النتائج المتوفرة اللي شطرنا معكم، وشكرا وشكرا على صبركم، لأن بقيتوا كثير ربما كتعطلوا تعطلنا، في الحقيقة ماشي تعطلنا، لأنه الانتخاب اقتراع سال حتى الساعة 6، ومن بعد طبعا كاين العملية ديال الفرز وكدار بالدقة وكدار وبالحضور ديال اللجان المكلفة، والحضور كذلك حتى بالممثلين ديال اللوائح. وطبعا القضاء هو طرف، لانه السيد القاضي هو تيشتغل دابا باش يدقق في هادشي كامل الى ان يعلن النتائج النهائيه الرسميه، ولكن هذه النتائج المؤقته المتوفره على. شكرا لكم، وان شاء الله نتلاقاو في مناسبات اخرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.